السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من بودكاست إلى بياناتي وما بعدها. وضيفنا على الحلقة دي برضه إن شاء الله هيكون باشمهندس نور. أهلا وسهلا باشمهندس. أهلا أخي يوسف. الأخبار؟ معلش إحنا تقلنا عليك بقى في حلقة تانية. لا والله يعني من دعاء السرور يعني ربنا يكرمك، بس أنا شاءنا. فعلا مبسوط إن أنت يعني إيه قدرت الحمد لله يعني تظبط إن إحنا نعمل حلقة تانية. دايما أنا بحاول أعمل الموضوع ده في كذا حلقة بس دايما الموضوع ما بيتيسرش، فعارف انت كده اول واحد يعني ايه يوفي ببعض اوكي اول واحد ويعمل جزء عملي وجزء نظري، فان شاء الله يكون الموضوع مفيد. احنا الحلقه اللي فاتت اتكلمنا شويه عن الاي اي في الميديكال ايمجينج من جانب، يعني اتكلمنا من جانب عملي طبعا ولكن من غير تطبيق. الحلقه دي ان شاء الله هنتكلم بقى يعني ايه، هنكمل الحلقه اللي فاتت ونخش على جانب التطبيق يعني. ف اتفضل بقى باشمهندس لو تشير سكرين ونبدا باذن الله. شكرا شكرا. اوكي راح اشارك سكرين وبعدين بسم الله. اوكي بتشوف السكرين بتاعي؟ انا تمام. فاضل اوكي الكود بس. يعني كده انا كان نعم شايف الكود من هون. نعم انا ظبط. حبيت اني ابدا ممكن طيب طبعا انا افتكرت ان انت طيب خلاص نعم دلوقتي. حبيت اشارك اليوز كيس اللي راح نعملها ان شاء الله اليوم، وهي يعني ان شاء الله في نهاية هذا السيشن او هذا التوتوريال راح نصنع ابلكيشن مثل هذه. هي ابلكيشن عملنا لها deployment في Streamlit servers، بمعنى انه ممكن تشارك هذا اللينك مع اشخاص اخرين، ممكن هم يستعملوا الموديل بتاعك. راح اعمل تيست خفيف حتى تشوفوا هالابلكيشن بتعمل ايه. هذا الابلكيشن تخلينا اننا نعمل ابلود ل سكان اكس راي سكان، وهادو هم الكيدنيز، وتساعدنا ان نعمل ديتكشن للحصى في الكلى يعني. فلما نعمل ابلود للايمج هنا، نعمل انالايز، فهنا تورينا نفس الايمج لكن الديتكشن للحصى موجود هون. والهدف الاساسي لماذا اردت يعني أن نعمل على بروجكت مثل هذا، هو أنه كما سبق وأن قلت في السيشن السابقة، من الجيد أن الإنسان يعمل على بروجكت end to end، يعني مو تعمل فقط الموديل بتاعك وتعمل يعني في النوت بوك وتعمل تست في النوت بوك فقط، لكن أنك تصل لمرحلة أنك تعمل deployment للموديل بتاعك، وبعدين ممكن تشارك اللينك حتى مع ريكروترز. يعني لو وضعت شيء مثل هذا لينك مثل هذا في السي في بتاعك، وممكن ريكروتر يدخل ويعمل تيست للبروجكت بتاعك، فاعتقد انه هذه الامور راح تعمل بلس كبير في البروفايل بتاعك. فان شاء الله هذا الامر اللي راح نبرمجه اليوم. ف أولاً راح يعني يكون هناك مثل موجودين اثنين بروجكتس في في اس كود. الفي اس كود هو اللي راح نستعمله في هذا التوتوريال، وراح نعمل اثنين بروجكتس. يعني الأول هو مشروع أين نعمل فقط تدريب الموديل، نجيب الداتا، حوريكم مين نجيب الداتا سيت إن شاء الله. بعدين نجيب بعدين راح نضع كود حتى يستعمل هذا الداتا سيت ونصنع الموديل، وبعدين راح يكون في كود ثاني ان شاء الله اللي راح جميل. ناخذ الموديل اللي عملنا له تدريب تريننج، وراح ناخده ونعمل له ديبلويمنت في ستريمليت ابلكيشن. فيعني هذا بصفة عامة ما راح نحاول نعمله اليوم ان شاء الله. كله تمام يوسف؟ يعني مفهوم الامر؟ كل تاس اوكي. فنبدأ على بركة الله. الحقيقة إنه يعني طبعا تم برمجة البروجكت من قبل عشان أجرب، لكن راح نبدأ إن شاء الله من جديد حتى يكون كل شيء ظاهر، يعني لأي شخص يريد أن يبدأ من الصفر. مرة ممكن راح أعود للكود بتاعي عشان أشوف يعني أمور حتى نمشي بسرعة.
لكن أول شيء راح أتكلم عن الانفايرمنت، وهي راح نستعمل في اس كود كما قلت، وراح نستعمل فيرتشوال انفايرمنت. أنا عندي فيرتشوال انفايرمنت اوريدي سيت اب، يعني موجودة على الكمبيوتر بتاعي، لكن لازم يكون عندك فيرتشوال انفايرمنت يكون فيها بعض الباكجز انستولد. فهنا ممكن راح أبدأ create a new project. Let me just stones detection. Trust. فإن شاء الله أول شيء راح نبدأ نعمله إننا راح ننزل الداتا سيت اللي راح نستعملها. فكما تشوفون هون في الايمجز لايك ذس، هذه هم الايمج الصور اللي راح نستعملها ان شاء الله. فالداتا سيت انا وجدتها في كاجل. كاجل هو موقع مشهور، اعتقد انه الاخ يوسف انا عنده كثير نوت بوكس في الويب سايت هذا، فممكن نشارك بعدين اللينك للداتا سيت مباشرة. لكن هذه الداتا سيت فيها صور وفيها باوندينج بوكسز، علشان تقدر تنزلها لازم يكون عندك اكونت في كاجل، فبسرعة ممكن تفتح اكونت بالايميل بتاعك، وبعدين لما تيجي على هذه الصفحة تضغط على داونلود وراح يعمل لك داونلود للداتا سيت مثل هذه يعني. وهي داتا سيت طبعا راح يعمل لك داونلود، اعتقد انه زيبت فولدر، وبعدين لما تعمل انزيب راح تجد هذه الفولدرز وبعض المعلومات موجوده عن الداتا سيت موجوده في هذه التكست فايلز. ف أول شيء نشوفه هون هو إنه يوجد لدينا ثلاث فولدرز، فـ train، الفاليد والتست. في الحقيقة إنه بصفة عامة لما يكون عندك داتا سيت بتاعك ما راح تكون بهذه الصفة، يعني ممكن تكون فولدر واحد مملوء بالصور، لكن هنا في هذه الحالة الداتا سيت تم تنظيمها من قبل، بمعنى أننا سنستعملها مباشرة. فلو سنرى بعض الفولدرز الموجودة في الداخل، فهنا لدينا train valid test، وهي بصفة عامة معظم أو كل برامج الذكاء الصناعي machine learning يعمل تقسيم للداتا سيت على ثلاث فولدرز. الأول هو train set، وهو يعني نضع فيه المعطيات التي سنستعملها لتدريب الموديل. الثاني هو validation أو valid set، أو ممكن نشوف val VAL بس، وهو validation set، وهذا يعني نستعمله عشان نعمل validation للموديل. فلما نكون نعمل training نعمل تريننج على مجموعة من الصور، بعدين نعمل فاليديشن على صور أخرى، يعني الأبديت بتاعت الويت بتاع الموديل نعمله عن طريق الصور والمعطيات الموجودة في تريننج فولدر. والفاليديشن سيت هو فقط لفعل ذلك، يعني الفاليديشن بمعنى أنه تعمل شوية تريننج بعدين تجرب على شوية معطيات أخرى، لكن لا تستعملها في الأبديت بتاع الويت، فقط لتشاهد لتعرف تبع إذا لديت كان البارامترز والموديل بتاعك exactly. يعني ممكن تعمل تريننج وبعدين لو أردت إنك تغير ال هايبر بارامترز مثل ألفا، مثل يعني تريننج ريت أو ليرنينج ريت learning rate. سوري، ولا أشياء أخرى، ممكن تعرف انه هل هايبر بارامترز هي افضل عن طريق الفاليديشن سيت، يعني تشوف هل عندما غيرت الالفا مثلا اصبح لديك فاليديشن لوس اقل او فاليديشن اكيورسي اعلى، فمثل هذه الامور. والفولدر الاخير هو التست سيت، والتست سيت فيه ايمجز وفيه معطيات.
اللي ما راح تستعملها لا في التريننج ولا في الفاليديشن، وهي في الحقيقة يعني التستات ما نحاول فعله بالتستات هو تعبير عن الواقع. يعني لما تعمل تدريب للموديل بتاعك وبعدين تجربه في الواقع على معطيات لم تراها من قبل، فكيف يعني نعمل سيميليشن محاكاة لهذا الأمر؟ فنضع فولدر أخير ثالث لا نستعمله في التريننج لا في الفاليديشن، ونعمل تست عليه في الأخير. فهذه يعني شوية مراجعة خفيفة في الماشين ليرنينج. فلو دخلنا يعني على ترين فولدر فنجد اثنين فولدرز هون، ايمجز وهي يعني صور اللي راح نستعملها في تريننج، وكما تشاهدون يعني كلها صور فيها الكلى وفيها الحصى في الكلى، واعتقد ممكن يكون بعض الصور ما فيها ما كلى. فيها بالظبط كنت بتسأل. نعم، لانه ممكن يعني تعمل تريننج توري الموديل اوكي كيسز فين ما يكون في حصى. ولكل صورة موجودة في الفولدرز في الفولدر ايمجز يوجد في تكست فايل يواليه، يعني يمشي معه، عنده نفس الاسم لكن فقط اكستنشن هي تي اكس تي. ولما نفتح هذا الفايل نجد سطر كما نرى هنا او عدة اسطر، هو كل سطر يمثل باوندينج بوكس واحد كلاس في ليس كلاس واحدة، انه ممكن هو يكون عندي زيرو. عدة باوندينج بوكسز. تمام، نعم هو زيرو اول واحد ده نعم، الزيرو الليبل اول نفسه. واحد هو الكلاس. نعم، وبعدين هنا لدينا الاكس سنتر والواي سنتر، وهما بتاع الباوندينج بوكس. فلما تاخذ الباوندينج بوكس الاكس سنتر والواي سنتر موجودين، ولكن هنا نورماليزد. راح اتكلم عن نورماليزيشن بعدين، لكن الحاجه اللي لازم تعرفوها انه الرقم الاول هو الكلاس، الثاني هو الاكس سنتر، الثالث هو الواي سنتر، بعدين هذا هو الويت يعني العرض، عرض بتاع الصوره بتاع الباوندينج بوكس بوند سوري، بوكسين والاخير هو الطول بتاع الباوندينج بوكس، لكنها كلها نورماليزد. بمعنى انه راح ناخذ الاكس سنتر نفس معادله الويت، راح ناخذ الويت بتاع الباوندينج بوكس ونقسمه على الويت بتاع الايمج اقصد، وراح ناخذ الواي بتاع الواي سنتر ونقسمها على الهايت بتاع الايمج، وبعدين راح ناخذ الهايت بتاع الباوندينج بوكس ونقسمه على الهايت بتاع الايمج. فهكذا نعمل كونستراكشن للداتا سيت بتاعنا. فقط سؤال يوسف، تعتقد أنه من الأفضل أني أري الكود وأمشي به، ولا من الأفضل أن نعمل كودينج من سكراتش؟ يعني حسب توقيت كيف اللي ترى انت حابه الأمر؟ اكتر، يعني اللي يريحك اكتر. انا أوكي شايف ان أوكي لو أنا نقدر نكتب الموضوع من سكراتش ممكن أوكي يكون أنا أيضا كنت أشوف نفس الأمر، لكن فقط يعني من ناحية التوقيت أخاف أنه يطول ياخذنا شوية. وقت كثير، بس ما في مشكلة، ممكن بعدين بعض الأكواد نمشي فيها بسرعة. بالظبط. طيب انا عندي سؤال، وطبعا معلش معلش، هو دلوقتي لو الليبلز دي مش موجودة، في ايه سوفت ويرز اللي ممكن الواحد يستخدمها عشان يعمل ليبلنج للايمجز؟ أوكي ممكن برضو نبص على الموضوع. سؤال منيح. نعم، علشان تعمل الليبلينج بتاعك ممكن تستعمل عدة سوفت ويرز موجودة. مثلا يوجد أعتقد ليبل ايمج، وهو يعني برنامج اعتقد انا استعملت كتير أنا هال كمان بس، مع إن عملية الليبنج دي تبقى مملة جدا بس. طبعا طبعا طبعا. ويعني الليبل ايمج يعني كما تشاهدون هنا يعطيك الامكانيه انك تمر على الاوبجكتس اللي حاب تعملها ديتكشن، ويعني تعمل باوندينج بوكسز هون، وبعدين تخيل الكلاس لكل باوندينج بوكس. لكن معظم هذه السوفت وير، معظم انواع السوفت وير جيسون راح تعطيك جيسون او حتى تي اكس تي فايل، لكن مو دائما يعطيك الفورمه اللي حاببها. يعني هنا يولو يعطيك يعني الكلاس بعدين الاكس سنتر واي سنتر ويت هايت لكن نورماليز، فممكن لا يعطيك هذه الامور، ممكن يعطيك اكس سنتر واي سنتر ويت هايت لكن مش نورماليز،
دائما لازم انك تعملها شويه بري بروسس. نعم، اعتقد في يعني في امثله كثيره. اعتقد ممكن يوجد ايضا سيفاك او سيفاك، اعتقد نسيت اسمها، انوتيشن تول. هذه انا ما استعملها، او سيفات ما استعملها، لكن شفت ناس بيستعملوها. يعني هي ايضا تعطيك نفس الامكانيه، وطبعا ممكن انك تعمل سيجمنتيشن ايضا، documentation. مش بس الاوبجكت ديتكشن. وفي يعني في كثير، ممكن ما اتذكر كلهم، بس لو حابب تعمل بروجكت مثل هذا، ليبل ايمج راح تكون مور ذان سفيشنت اعتقد. وطبعا يوسف، لو في اي نقطه لو حابب ديتيلز اكثر من فضلك فكرني، لانه احيانا لما يعني نكون نتكلم ننسى بعض التفاصيل. اوكي، راح نرجع هون. وكما قلت يعني لكل ايمج يوجد annotation file، واللي هو يعبر عن الاوبجكتس. في هذه الحاله مثلا، في الصوره الاولى يوجد حصى واحد ربما، هذا فلهذا نجد سطر واحد. لكن لو كانت هناك مجموعه من الحصى فسيكون عده اسطر. لو ما فيش خالص طيب هيرجع ايه؟ هيرجع ما راح لو ما هيرجع كان لو ما كان في حصى، ما راح يكون في annotation file. تمام، ما نضع annotation file. اوكي، هذا مثال اخر. يعني لو سطر. مجموع في مجموعه من الحصى، فسنجد اسطر مثل هذه، كل واحد يعبر عن باوندينج بوكس. في حالتنا احنا لدينا كلاس واحده وهي الكيدني ستون، لهذا كلهم يبداوا بالصفر، هذه تعبير عن كلاس كيدني ستون. لو كان عندنا عده كلاسات ويعني موجود عده اوبجكتس بكلاسات مختلفه في نفس الصوره، فممكن نجد هنا صفر، واحد، اثنين، على حسب الكلاسز. فهذه يعني نبذه خفيفه عن الـ الداتا سيت اللي راح نستعملها الآن إن شاء الله. أول شيء حابب ممكن نعمله، يعني أول شيء كنت حابب إني أعمله إننا على الأقل نعمل exploration للداتا سيت، وهي كيف نعمل يعني نري الصورة ونقرأ ما يوجد في TXT file، وبعدين نعمل reconstruction للbounding boxes لأنهم كما قلت كلهم normalized، ونريهم على الصورة. يعني هذه phase 1 وهي data exploration، نسميها data exploration. يعني حتى لو عندك data set تم تنظيمها كما رأينا، لكن لو عمل اكسبلوريشن هو دائما امر مطلوب. يعني ممكن في اخطاء، ممكن في اشياء راح تعملها ديتكشن لما تشوفها بنفسك. فراح نعمل يعني اكسبلوريشن خفيفه خفيفه جدا. فاول شيء راح اعمل فقط اخذ الباتس، راح نعمل كرييشن ل سكريبت اكسبلورر دوت باي. راح نعمل امبورت ل الباكج جلوب من جلوب، وهو باكج راح يسمح لنا اننا نقرا الباتس بتاع الفايلز في الكمبيوتر بتاعنا. بعدين راح نعمل امبورت للاوبن سي في. ف نبدأ هنا إن شاء الله. if name فيعني ملاحظة خفيفة على هذا اللاين هون، كثير ناس يسألوا عليها، لماذا نعمل هذا اللاين؟ وهو فقط لو عملت كول لهذا السكريبت مباشرة،
فأي شيء موجود داخل أي شيء موجود داخل يعني هذا الـ if statement راح يعمل له execution أي شيء آخر، ولو يعني عملنا import لهذا الموديول وكان لدينا كود موجود هنا وكود موجود هون، فلما نعمل import فقط الكود الموجود خارج هذا الـ if statement راح يتعمل له كول، أي كود موجود داخل الـ if statement ما راح نعمل له كول. فيعني الجلوب يساعدك انك تقرا البات بتاع في اي فولدر، وممكن تحدد له تقول له يعني اقرا فقط الفايلز اللي عندها اكستنشن اكس او واي. يعني هون انا حابب انه اقرا الايمجز، كل الايمجز موجوده في الداتا سيت عندهم اكستنشن دوت جي باج، فانا راح اعمل هيك وبعدين انوتس باس يعني انوتيشنز باتس ماي جلوب باك تو ليبلز دوت تي اكس تي. فهون راح يعطيني هذا اللاين راح يعطيني الباس لكل ال txt files الموجودة في هذا الفولدرز في labels. فنعمل يعني تشيك خفيف print images paths، يعني أريد أن أرى الباث الأول فقط print annotes paths. فيعني كما قلت في البداية راح نستعمل virtual environment مع VS Code، فأنا عندي virtual environment اللي كنت عملت لها creation من قبل و هي اسمها أعتقد بايتورش 2 أو شيء من هذا القبيل. فلما تكون أنا استعملت كوندا للكرييشن، حتى أعمل كرييشن لهذا الانفايرمنت، لكن ممكن تستعمل عدة أدوات، يوجد حتى كوندا، يوجد ميني كوندا، أنا كوندا، ممكن تستعمل في ام، ممكن تستعمل فيرتشوال انف أيضا، طريقة أخرى للكرييشن بتاع الفيرتشوال انفايرمنت. فأنا عملت creation virtual environment علشان أعملها activation، حتى أعملها activation في VS Code أعمل control shift P راح يعطيني إني إمكانية اختيار interpreter select interpreter، وبعدين هذه هي اسم الـ virtual environment بتاعي PyTorch 2. وحتى أعملها activation بسرعة يعني ممكن فقط يعني open new CMD وراح يعملها activation automatically. فراح أعمل فقط تست خفيف data explorer شوف اوكي. فهنا ما فعلناه حتى الآن هو فقط قراءة الباتس، وبعدين نشاهد أنه البات الأول في كل واحد، البات الإيمج الأولى وبات شيت الأنوتيشن فايل الأول عمل له برنت على التيرمينال، وهو نفس البات كما ترون، هو يعني نفس الاسم عفوا، هو نفس الاسم فقط الإكستنشن مختلفة. فالآن ما اللي راح نعمله إنه راح نقرأ إيمج وبعدين راح نقرأ أنوتيشن فايل، وراح نعمل ريكونستراكشن للباوندينج بوكس حتى نشوف اذا كان الانوتيشنز معموله جيدا ام لا. ف let me just check يعني بسرعه عملت ايه if كان في اشياء سبيشال اعتقد. فاول شيء راح نعمله اننا راح نقرا الايمج، هنستعمل cv mread عشان نقرأ الايمج، وراح نستعمل نحول الأول
انا حابب اني يعني لا نجرب على واحدة بس. كل مره ممكن اعمل فيريفيكيشن طبعا، يعني الصوره الاولى، الصوره رقم 10، الصوره رقم 20، فقط للتاكد، يعني طريقه سريعه للتاكد من الداتا سيت. فهنا راح اعمل ايمج او ايمج بات، هي باتش تو ايمجز اندكس، والانوتيشن بتاعها راح يكون ليبل بات باث تو ليبلز اندكس، وراح نعمل ريدنج للايمج الايمج بتاعنا ايمج باث، و اثنين اشياء راح نحتاجها هي الويث والهايت بتاع الايمج، ممكن تشانلز ما نحتاجها، ففقط راح اخذ الهايت والويث، يعني هنا راح يعطيني الهايت والويث والشانلز، انا ما احتاج تشانلز، احتاج الهايت والويث علشان نعمل دي نورماليزيشن لفاليوز بتاع الباوندي بوكسز. ف الشيء الثاني اللي لازم نعمله هو اننا نقرا التxt فايل، تي txt فايل، وبعدين ناخذ هالفاليوز وبعدين نعمل لهم ريكونستراكشن. فاللي راح اعمله هنا هو with open label path، وراح اعمل يعني leading as file، وراح اعمل file dot read lines، هنا راح يقرأ كل اللاينز بتاع الفايل، وبعدين راح نعمل لوب، يعني راح لو كان عندنا 20 لاين لازم نمر واحد بواحد علشان نقرأ الفاليوز بتاعهم، فراح نعمل for line in lines، راح يعني نقول يعني بما اننا نعرف انه راح تكون كلاس وبعدين راح تكون اكس سنتر نورمالايز وبعدين واي سنتر نورمالايز وبعدين ويث نورمالايز وبعدين هايت نورمالايز، فممكن نعمل لاين دوت سبليت، و سبيس بما راح نختار سبيس لانه بين كل قيمة وقيمة في الـ txt file يوجد سبيس، لو كان عندك اثنين سبيس ممكن تعمل اثنين، لو كان سبيس عندك كوما كاما تعمل كوما ومثل هالأمور. وبعدين احنا هو لما راح يقرأ هالفاليوز راح يقرأها على شكل string، احنا نحتاجها كأرقام يعني float، فراح نعمل فقط casting للداتا، فراح أعمل أعمل copy paste هون هتكون أسرع. فهون احنا راح نقرا الفاليوز كما نريد، بمعنى راح ناخذ ارقام في مكان سترينجز. ففقط للتاكيد قبل ان نذهب بعيدا راح اعمل برينتينج لهذه الفاليوز، ممكن راح تشوفوني اني اعمل برينتينج كثير لانه دائما حاب اتاكد من الامور قبل يعني الذهاب الى الخطوات الاخرى. ف راح نعمل ران لل أو شيء محتاج قصين أظن توت شيب image sorry إيمج توت شيب أظن محتاجة قصين بعديها ولا؟ لا لا أعتقد image path، ممكن أتأكد فقط من لا image هنا path، طيبة. print image path هذه صحيحة، أنه يقول أنه في مشكل في ال البالسنس هذه الأمور اللي تحدث لما تعمل أمور لا.
مباعث. بعدي في خطأ اندكس. اوكي، اعتقد هو انه خد السترينج ورجعه لا رجعها لزيرو، اكزاكتلي رجع سترينج. اكزاكتلي اخذ سترينج ايمج با ايمج بات. لا هذا هو المشكلة، ايمج بات ام نوت بالظبط. بات. ارجع الاس بتاع الداتا سيت تقريبا. نعم دلوقتي مفيش طلب خالص. ممكن. اوكي الان لدينا يعني هذا، احب اعمل تست كل شوي عشان اتاكد من كل خطوه. فالان لدينا الفاليوز فلوت الموجوده في الفايل، ولو لما نعمل تغيير للاندكس راح ياخذ صوره اخرى. فكما قلت الفاليوز هنا هم نورمالايز، بمعنى تم قسمتهم على الويث بيتش والهايت والله بتاع بتاعت الايمج الايمج. طبعا. لكن احنا نريد unnormalized، ف يعني فقط ما سنفعله هو فقط ابلكيشن المولتيبليكيشن، بمعنى اكس سي ان راح نعمل له مولتيبليكيشن. يعني اعتقد انه ممكن نعملهم كوبي بيست او دول ممكن. شيء يعني عادي ما في. لكن عملت تغيير حتى يستعمل اسماء اخرى، ما في مشكله. ف راح نعمل اكس سنتر هو اكس سي ان. الاكس راح نعمل له مولتيبليكيشن بالويت. الويت هون هو الويت بتاع الايمج. الواي سنتر هو الواي سي ان لايك بي الهايت بتاع الايمج. الويث نورماليزد هو ويث نورماليزد multiplied by width، والهايت نورماليزد هو الهايت نورماليزد multiplied by height. فهون يعني رجعنا الكوردينيتس انورمالايز، بمعنى الان اصبحت بالبيكسل فاليوز وليست محصوره بين الصفر والواحد. وما نريد فعله الان هو عمل باوندينج بوكسز، رسم الباوندينج بوكسز على الصوره اللي عملنا لها اللي قراناها في السطر هذا. فراح راح اخلي شويه سبيس اننا راح نحتاج نعمل شيء. لكن لرسم ريكتانجلز او مستطيلات على الصوره نستعمل سي في. هذه الفانكشن من اوبن سي في تاخذ الايمج بتاعنا، بعدين راح تاخذ بوينت 1 او بوينت 2، وهادو بيمثلوا النقطتين في الباوندينج بوكس. النقطة الأولى هي الأعلى على اليسار والثانية الأسفل على اليمين. لكن الكوردينس اللي عندنا هون ما اكس فيها واي الشكل، يعني فاهم. هنا عندنا سنتر صح. فراح نعمل اكس، راح ناخذ يعني نحول هالكوردينس إلى كوردينس ممكن نستعملها في رسم ريكتانجلز. فX1 هي كما قلت هي في الأعلى على اليسار، بمعنى راح ناخذ X center ونعمل له ناقص نعمل له ال width بتاع البوندينج بوكس مقسوم على 2، وهذا راح نحوله لانتجر لأنه هذه values بالبكسل. هنا y واحد هي end نفس الشيء، y center لكن ناقص height. او احنا هناخد النورمالايز ولا هناخد العادي؟ كيف؟ هناخد الويت النورمالايز ولا المفروض ناخد ال لا، هي مو نورمالايز، فقط سميتها خطأ هنا. ممكن كده اعتقد من الافضل سميها الباوند هيك، يعني ويت باوندينج بوكس، يعني البي للباوندينج بوكس. والنين. فاعتقد من الافضل حتى لا يكون هناك اي كونفيوجن. وبعدين الاكس 2 هي نفس الكلام بس الجامعة بقى. اكزاكتلي نعم
ناخذ نفس الشيء لكن من الاكس سنتر بنزيد عرض الباوندينج بوكس مقسوم على 2، فواي 2 هي نفس الشيء زائد. فهذه الكوردينز ممكن نستعملها في رسم باوندينج بوكسز. فالأولى راح تكون النقطة الأولى فيها x1 y1، وبعدين الثانية راح يكون فيها x2 y2. فهذه النقطتين، بعدين الكالر أعتقد بما أنه يعني سوداء راح يكون الكالر الأخضر راح يكون أعتقد يظهر بصفة جيدة. بعدين الثيكنس راح نختار واحد. فيعني نحن نقرأ الكوردينتس، نعملها النورماليزيشن، نحولها لكوردينتس ممكن نستعملها في هالفانكشن، وهي يعني النقطتين المستطيل الأعلى على اليسار والأسفل على اليمين، وبعدين راح نوري الإيمج في النهاية. في النهاية راح نعمل cv2.imshow، وهذه فانكشن تخلينا إننا نشاهد الصورة بالباوندينج بوكسز. هنقول ground truth و image، وبعدين حتى نستطيع رؤية الصورة راح نعمل يعني pause للسكرين. ف يعني لو ما كان في error راح نشوف اوكي. فيعني في هذه الحالة كما ترون هذه هي إحدى الصور، اخترناها عشوائيا، هنا توجد الحصى، فيعني رسمنا الباوندينج بوكس على الحصى. فهذا تأكيد على ما قلناه من قبل، وهو أنه الكوردينس الموجودة في التكست فايل هي كوردينس نورماليزد، بمعنى لازم تعملها النورماليزيشن حتى تقدر تشوفها. ممكن نجرب صورة أخرى، ممكن 8. هذه حالة هذا أين يوجد العديد من الباوندينج بوكسز. فكما ترون هنا يوجد 4 حالات، وكلها يعني الكوردينتس دقيقة. فهذه طريقة سهلة، واحدة من الطرق العديدة ممكن تعمل بها data verification validation. احنا هون يعني نقوم بالأمر بطريقة بسيطة جدا، بحيث أننا نختار كيس واحد، لكن من الأفضل أنك تعمل ممكن عدة صور في نفس الوقت وتكون راندم، فممكن تجرب ترى 9 صور في نفس الوقت، فهذه طريقة أخرى. لكن أردت فقط أن نكون في الصورة في كل ما يتعلق بالداتا سيت، لأنه نحن لم نقوم بالانوتيشن لهذه الداتا سيت، فعلى الأقل فلنعمل فيريفيكيشن لها. فكان هذا هو الهدف من هذا يعني التست الخفيف. فلما تعمل data verification وانت يعني ترى انه الداتا سيت فيها كل ما يلزم، ممكن تستعملها للتريننج. فننتقل للخطوه الثانيه وهي التريننج. ففي التريننج راح نستعمل اداه يولو في 8، وهو يعني هو موديل تم نمذجته او الديزاين بتاعه من طرف شركه اسمها اوتراليتكس. وممكن تستعمل اوتراليتكس، تعمل هي بايثون باكج، فممكن تعملها انستاليشن، وبعدين ممكن تستعمله عن طريق الكوماند لاين انترفيس في التيرمينال، او ممكن تضعه في الكود مثل هذا وتعمل ران للتريننج. فانا راح اختار الطريقه الثانيه، وهي اننا راح نكتب كود وراح نعمل له ران. لكن تم تسهيل العمل لنا بطريقه كبيره جدا، بحيث في 2 أو 3 راح نعمل تريننج ان شاء الله. احنا هنعمل فاين تيونينج صح؟ يعني هو الموديل اوريدي فاين تونينج، صح، معك موديل حق، اوريدي تريند، واحنا بس هن فاين تيون معك حق. هو يعطيك ال تو التو اوبشنز. اوبشنز، ممكن تعمل تريننج من الصفر، لكن هذا في حالتنا هذه
لا أعتقد أنه طريقة جيدة، لأنه لدينا قاعدة بالضبط بيانات صغيرة، فلو عملت من السكراتش وحتى اليولو اليولو في 8 موديل لو استعملته على داتا سيت مثل بتاعنا ما راح يعطيك نتائج جيدة. الأفضل إنه نعمل الفاين تونينج كما قال الأخ يوسف، وهي أننا راح نبدأ بموديل تم التريننج بتاعه من قبل على بيج داتا سيت مثل كوكو داتا سيت، وهي داتا سيت هي قاعدة معطيات في الأوبجكت ديتكشن، وراح نبدأ من هذا النموذج الموديل وراح نعمل له فاين تونينج. فممكن بما أنه يعني الكود سهل وخفيف، الطريقة الأخرى ممكن نعمل له كوبي بيست بسرعة. كوبي، فالكود اللي راح نستعمله هو كما قلت من اوتراليتكس، فلو ما عندك اوتراليتكس لازم تعملها انستاليشن. فانا في الحاله بتاعي لو درت عملت بيب ليست سترون ان الاوتراليتكس، فين انت اوتراليتكس؟ هنا. تم السيت اب بتاعها من قبل، لكن انت لو ما عندك في فيرتشوال انفايرمنت بتاعك فتعمل بيب انستول الترا ليتكس وبعدين راح تعملها انستاليشن. ففي ما سنفعله الان هو عمل امبورت لليولو موديل بتاعنا وبعدين راح نستعمله. راح اعمل كومنت لهذا. وبعدين راح نستعمل الموديل. الموديل علشان تستعمله علشان تعمل تريننج في خطوتين اساسيتين. الخطوه الاولى هي انك تخبر اولتراليتكس ما هو الموديل اللي حابب تستعمله. اليولو عنده 5 فيرجنز، هناك يولو في 8 ان وهي نانو، يولو في 8 اس سمول، يولو في 8 ام ميديوم، وبعدين الان لارج، وبعدين الاكس وهو اكسترا لارج. فيوجد لديك خمس انواع من اليولو، وهي الفرق بينها هو انها فقط في الحجم، واحد صغير واحد اكبر شوي واحد كبير والاخر كبير كثير. ففي الحاله في حالتنا نحن سنستعمل اليولو في 8 اس. لماذا اخترت هذا الموديل؟ لأننا نريد لاحقا كما أريتكم نريد أن نعمل ديبلويمنت. فبما أننا نريد الديبلويمنت راح تكون يعني ببلاش فري، ففي حالتنا عندنا كونسترينتس، فإحنا عملنا الديبلويمنت على ستريمليت سيرفرز. ستريمليت هو أداة تستعملها في ديزاين لليو اي، وأيضا عندهم سيرفرز بتاعهم ممكن تعمل ديبلويمنت فيهم ولا تكلف شيء. لو استعملت موديل كبير ممكن لا تستطيع أن تعمل ديبلويمنت ببلاش، ممكن يطلب لك أنك تحط شوية فلوس يعني. فأنا اخترت الأس ولم أختار الآن لأنه الآن صغير جدا، الاس اللي فوقه، فعملنا اكسبيرمنتيشنز من قبل بهذا الفيرجنز، ويعني تعمل بطريقه جميله. ف اول شيء هو انك تستعمل تخير الموديل اللي حابب تستعمله، في حالتنا يولو في 8. وهنا كما قال الاخ يوسف راح نبدا من بري تريند موديل، لكن لو كنت حابب انك تبدا من سكراتش فممكن تعمل موديل يولو وبعدين تكتب يامل. يامل هو فقط يعني فايل تايب بحيث يعمل ديفينيشن للموديل كونفيجريشن، ولكن
إذا استعملت، إذا قلت لي يولو أو لأوتو أناليتكس بأنك أريد الفايل كونفيجريشن، بمعنى أنك تريد البدء من الصفر، لا تريد نعم. بري ترينج موديل، وفي معظم الحالات النتائج لن تكون جيدة. لكن إذا كانت لديك قاعدة بيانات كبيرة جدا، فهذا النوع من فهذا الاختيار ممكن حقيقة أنه يكون أفضل، خاصة لو كان عندك يعني قاعدة بيانات تختلف كثيرا عما هو موجود في عما استعمل الموديل من قبل لتدريبه. فمثلا في حالتنا نحن وهي ميديكال كيس، هذه حقيقة حالة أين تختلف قاعدة المعطيات بتاعنا عن قاعدة المعطيات أو قاعدة البيانات عفوا التي استعملها يورو في 8، لأنه القاعدة التي استعملها فيها يعني أشياء مصورة من الواقع، ربما بالآيفون، ربما بآلات تصوير أخرى، لكن في حالتنا هادو هما إكس راي سكانز، بمعنى تم استعمال آلات مختصة. فلو كان لدينا قاعدة بيانات كبيرة من هذا النوع، فأنا كنت راح آخذ السكند أوبشن، يعني ربما كنت راح أستعمل هذا. لكن قاعدة بياناتنا الصغيرة أعتقد أقل من 2000 صورة، فبهذه الحالة راح نبدأ من البري ترين موديل. وبعدين الخطوة الثانية هي أننا راح يعني نعمل موديل دوت ترين، وبعدين نخير يامل فايل بحيث يكون فيه كل المعلومات الخاصة بالداتا سيت بتاعنا. في هذه الحالة راح أوريكم الفايل اللي راح نستعمله. أنا أعمل كوبي بيست في هذه الحالات لأنه أعتقد أنه أشياء ممكن نمر عليها سريعا. فاليامل فايل فيه تعمل ديفينيشن لعدة أشياء، لكن أهمها هي التريننج سيت. ما هي الصور التي ستستعملها في التريننج؟ الفاليديشن سيت، ما هي الصور اللي تستعملها في الفاليديشن والتست سيت؟ لو كان عندك، لو ما كان عندك تست سيت ممكن ما تضع هذا اللاين الاخير. بعدين النمبر اوف كلاسز، في حالتنا يوجد كلاس واحده وهي الحصره في الكلى، فنضع واحد فقط. وبعدين نيمز او اسماء الكلاسز، في حالتنا انا سميتها كيدني ستون، ممكن تسميها ستون، ممكن تسميها اي شيء. فقط هذا الفايل صغير يحتوي على معلومات كافية بحيث يستطيع يولو في 8 أنه يقرأ المعطيات وبعدين يستعملها في التريننج، في الفاليديشن وكذا. وكما تلاحظون يعني الباتس موجهة للإيمجز فقط، لكن يولو في 8 راح اوتوماتيكلي، راح بطريقة اوتوماتيكية راح يشو راح يجد الليبلز بتاع الايمجز، لانه راح يبحث في نفس الفولدر عن فولدر اخر، يعني في نفس الفولدر ترين راح يبحث عن فولدر اخر اسمه ليبلز. فهذا هو الفايل ديفينيشن اللي فيه كل المعلومات الخاصه بالداتا سيت بتاعنا. بعدين انا اخترت اني اضع بعض البارامترز، حقيقة كان ممكن إننا لا نستعملها تماما، كان ممكن إننا لا نستعملها، لكن اخترت، كنت عملت experimentation من قبل وأردت يعني أن أترك الموديل يعمل training لمدة طويلة، فعملت 1000 epochs. ويولو بحد ذاته فيه early stop. طريقة exactly، فيه الـ early stop، بمعنى إنه بعد اعتقد ممكن حتى الايرلي ستوب ممكن تعمل له سيت اب اختيار. لكن عندك سؤال يوسف؟ لا لا، مكتوب ممكن تعمل ديفينيشن بالظبط. يعني ال اكزاكتلي ممكن تعمل له ديفينيشن، لكن لو ما عملت اعتقد انه 50 ايباكس هي الديفولت فاليو، بمعنى في 50 ايباك اذا لم تتحسن النتائج راح يوقف تريننج اوتوماتيكيا. والباتش سايز انا الديفولت فاليو هي 16، لكن انا اخترت 8 لانه عملت تريننج على الكمبيوتر بتاعي وليس لدي جي بي يو كبير، فعمل لي اوت اوف ميموري ايرور، فصغرت الباتش سايز ل 8. واخيرا هنا يعني هو ده ممكن نعمل، يشتغل على السي بي يو عادي، مش لازم يبقى عندك جي بي يو، صح؟
ممكن يشتغل على السبيد، نعم راح تكون وهو اطول، لوحده، المده اطول. هو لوحده مش محتاج سيت اب حاجه، هو لوحده بيديتكت كان في جي بي ولا او بيترن عليه، ولا انت محتاج لا، في لو كان عندك سيت اب كوريكت، بمعنى انه الباي تورش في حد ذاته يعمل ديتكشن، يجد الجي بي يو، فيولو في 8 راح يختار جي بي يو حتى لو انك ما اخترت الديفايس، راح يختار كودا، يعني راح يبحث عن الجي بي يو، لما ما يجده يروح يروح على السي السي بي يو. بي؟ لو كان عندك السيت اب خاطئ، فحتى لو كان عندك جي بي يو، يعني لو باي تورش بحد ذاته لم يرى الجي بي يو بتاعك، لم يستطع ان يعمل ديتكشن، ففي هذه الحاله حتى اليورو لن يرى الجي بي يو. فامور السيت اب ممكن يعني فيها كلام اخر، لكن هذه امور ايضا من الافضل انك يعني تعملها فيريفيكيشن من البدايه. لما تعمل سيت اب لباي تورش، تحاول ان تعرف ما اذا كان يستعمل الجي بي يو ام لا، اذا لم يكن يستعمله فما هي الطريقه الافضل، ما الخطا الموجود، ربما هنالك فيرجن ميس ماتش، شيء من هذا القبيل. لكن بصفه عامه هذا اللاينز الاثنين يكفي انك تعمل تريننج للموديل بتاعك. واللاين الاخير يعمل فقط فاليديشن، بمعنى هنا بما اننا لم نحدد فسيستعمل الفاليديشن سيت. الفاليديشن سيت فين يجده؟ يجده هنا فاليديشن سيت، لكن ممكن تعمل حتى فاليديشن على التريننج سيت او التست سيت لو كنت حابب. فقط هنا تحدد سبليت وتعطيه يعني ترين او تيست، لو ما حددت راح ياخذ الفاليديشن سيت. فهنا لو عملنا ران لهذا السكريبت فقط لنرى اذا كان يعني يمشي ولا لا. او حتى نعمل تيست جيد، ممكن احمل فقط ممكن ايبوك واحد فقط حتى ينتهي. و نحن لن نعمل تريننج الموديل انت اوريدي عامل بهذا. له ترين صح؟ انا اكزاكتلي عندي مودلز عملت له تريننج، فراح نستعمل ذلك الموديل في الابلكيشن بالضبط. بتاع ستيمليس، لكن فقط لأريكم ان الكود يعمل وان التريننج يحدث بدون مشاكل. فإذا كانت أول مرة تعمل تريننج في الفولدرز بتاعك، فراح يعمل داونلودز للبري تريند موديل، وهو مثلا يولو في 8 ان او يولو في 8 اس دوت بي تي، راح يعمل له داونلود ويضعه في نفس الفولدر بتاعك. وبعدين راح يعمل جنريشن لفولدرز أخرى، وهي runs detect train، وفيه في الداخل فولدر اسمه weights، راح يعمل saving لأي weight جديدة، راح يعملها saving هنا. وأيضا مع مرور الـ epochs راح يعمل saving لأشياء أخرى، مثلا تطور loss function أو تطور بريسيجن ريكول، اشياء كثيره يعطيها لك يورو في 8. فاحنا فقط نريد التاكد انه التريننج يحدث بدون مشاكل، وبعدين راح نشوف كيف نستعمل الموديل الاخير. فهنا يعني كما ترون يفعل العديد من الاشياء، كما قلت عمل داونلود للموديل، بعدين تمت قراءة البيانات التريننج والفاليديشن، وعمل كاش صغير ليساعد على تسريع عملية التريننج. وأيضا يعطيك هنا بعض التفاصيل، مثلا اليولو في 8 يستعمل العديد من الداتا اوجمنتيشن، وهي طريقة كيف تأخذ البيانات التي لديك وتحولها إلى بيانات أكثر، وبمعنى ممكن تأخذ صورة تعملها شوية روتيشن، ممكن تعملها شوية شيرينج، ممكن تعملها أشياء كثيرة. فممكن تجد هنا الديفولت فاليوز الموجودة في
في التريننج هذا. ممكن انك تمنع انه يستعمل هذه الفاليوز، هذه الميثودز لو انت حابب. فيعطيك يعني كنترول كثير، ومن ناحية اخرى يعطيك سمبليسيتي كبيرة كما ترون. يعني بلاين واحد استطعنا اننا نقوم بالتريننج، والان يمشي التريننج لدينا ايبوك واحد راح ينتهي عن قريب. وهنا كما ترون يعني هذا تأكيد أننا نستعمل جي بي يو، يعني ترون استعمال جي بي يو ميموري. لديك البوكس لاس وهي الباوندينج بوكس لاس، الكلاس لاس، لديك كم من انستنسز يستعملها، لديك ديفولت سايز بتاع الايمج. هذا ممكن انا ما تكلمت عليه، لكن الديفولت فاليو يقولوا لما يعمل لك تريننج الايمجز بتاعك يعملهم ريسايز ل 640 باي 640. ممكن انك تغير هذا الشيء لو حابب، لكن الديفولت فاليو هي 640 على 640. فهذا يعني بما اننا عملنا تريننج لايبوك واحد، لديك المعلومات الخاصه بكل ايبوك. حاليا يعمل الفاليديشن، لكن فقط في الايبوك هذا ترى كل الفايلز التي تم سيفينج بتاعها هنا. نحن لن نشاهد، لن نرى هذه الفايلز لانها لا تعبر عن شيء، بما انه ايبوك واحد. لكن راح اوري في الفولدر بتاعي اللي عملت تريننج من قبل، وراح نشوف بعض الفايلز. اوكي، هنا اعتقد كل شيء مشى تمام، ما في اي مشكلة. في هذا الوقت ممكن نرى الفولدرز القديم. فهذا هو الفولدرز القديم اللي انا استعملته علشان اعمل تريننج. فلو راينا التريننج كيف مشى، وما هي الفايلز اللي تم وضعها في هذا الفولدرز، نجد كثير من الاشياء. يوجد ليبلز كوريلوريجرام، بمعنى يعني الليبلز بتاعنا كيف الديستريبيوشن بتاعهم. في ايضا سي اس في فايل فيه تسجيل لكل معلومات اثناء التريننج، فممكن تستعمله علشان تعمل بلوتس بنفسك لو حابب. ولدينا هنا صوره للريزولت، بمعنى لدينا مثلا تريننج بوكس، تريننج باوندينج بوكس لوس، يعني التطور بتاعها في عبر الايبوكس. لدينا الميتريكس وهما اشياء مهمه جدا. مثلا الميتريكس هذا هو يعبر عن في الكلاسيفيكيشن هنالك اكيوراسي، في الاوبجكت ديتكشن لدينا مين افريج بريسيجن، وهي ايضا تعبير عن مدى تحسن الموديل عبر الايبوكس. وعندما ترى مين افريج بريسيجن 50، بمعنى انه الانترسكشن اوفر يونيون كان 50%، وانترسكشن اوفر يونيون ممكن تعمل له بحث بعدين، لكن فقط يمثل متى نقول ان هذا البوكس الذي تم الموديل عمل له ديتكشن نقول انه صحيح او لا. وعندما يكون البوكس اللي عمل له ديتكشن الموديل والبوكس جرام تو بوكس لما يكون الانترسكشن بتاعهم مقسومة على اليونيون بتاعهم يعني بالبيكسل فاليوز اكثر من 50%. فالموديل اللي عملت له تريننج من نرى انه كان موديل جيد، اللوس هبطت بصفه جيده، الافريج بريسيجن صعدت بطريقه جيده، ما في مشاكل، في شويه فلكتويشنز، لكن اعتقد انه الباتش سايز عافي عنده دور في هذه الامور. ممكن لو كان عندي باتش سايز اكبر الفلكتويشنز كانت راح تكون اقل. فهذه هي يعني التريننج لما ينتهي هذه هي الامور اللي هو هنا يعني وقف عند 200 اي بوكس، صح؟ ما كملش ال 1000 يعني. اكزاكتلي نعم، هنا عند 200 وشويه اي بوكس، 200 شويه. لانه بعد يعني 50 اي بوكس الاخيره لم يكن في اي تحسن، فتم ايرلي ستوب. ولما نعمل فاليديشن، الفاليديشن بمعنى انه ناخذ الموديل وفقط نمرر البيانات ونشاهد النتائج، يعني ما في تريننج،
لأنه هذا الفولدرز فيه نتائج التريننج، لكن هذا الفاليديشن فقط. فاليديشن لدينا الديستريبيوشن بتاع، لدينا كونفيوجن ماتريكس، بمعنى كم مرة الموديل عمل ديتكشن ل باوندينج بوكس، وكان حقيقة باوندينج بوكس، كان يعني كان كيدني ستون، كم مرة عمل ديتكشن ل باك جراوند أخطأ فيها، ربما كانت باك جراوند وقال إنه كيدني لا ستون والعكس. يعني هذه الكونفيوجن ماتريكس تعطيك هذه المعلومات. فهنا 86% لما كانت كيدني ستون وجد أنها كيدني ستون. الباك جراوند يعني لو أخذنا السكوير هذا يعني إنه كم مرة كانت كيدني ستون وعملها باك ولكن جراوند. عملها بريدكشن انها باك جراوند، فكانت 14% من الكيسز، ونفس الشيء في الباك جراوند. ولدينا معلومات عن الاف 1 سكور، بريسيجن بريسيجن فيرسس ريكول، كل هذه الامور ممكن تساعد في اختيار مثلا الكونفيدنس سكور واشياء مثل هذه. فاعتقد انه يعني يوسف، لو تعتقد أنه هذا يكفي، فممكن نذهب للفصل الأخير وهو الديبلويمنت، لكن لو عندك أسئلة ممكن نتوقف. لا لا، انا شايف تايم ممكن نتقدم. أوكي، هو نكمل. بيرجع لك الموديل برضه، صح؟ هو بيعمل سيف للموديل لوحده. صح، هو يعمل سيف للموديل في الفولدرز كما قلت، يعني في الفولدر اسمه ترين، يوجد فولدر اسمه ويتس، يعمل سيف لاثنين مودلز. الاول هو البيست موديل، بمعنى الذي كان لديه فاليديشن مين افريج بريسيجن الاعلى، والاخر هو اللاست موديل، لانه دائما يعمل سيفنج لللاست موديل. لكن هل هو افضل موديل ام لا؟ إن شاء هذا هو الله. السؤال، لذلك يخلي البيست موديل. ممكن البيست موديل تجده في الايبوك 150، لكن لاست موديل في الايبوك 220. ففي هذه الحالة ناخذ البيست موديل. اوكي، اعتقد انه هذه نهاية التريننج. ولو حتى لو شفنا من قبل، يعني كلش انتهى بطريقة جيدة، ما في اي مشكل. فراح نذهب للخطوة الاخرى وهي الديبلويمنت، بمعنى كيف نصنع هذا الابليكيشن هنا، بحيث نستعمل الموديل بتاعنا مع صور هكذا، وحتى كيف ممكن نعملها ديبلويمنت، بحيث يمكن انك تشارك الرابط مع ناس اخرين حتى هم يستطيعوا ان يعملوا تست للموديل بتاعك. فلعمل هذا راح نستعمل ستريملت. راح اشوف الكود اللي عملته. هو ايضا كود ما في كتير اشياء، يعني حقيقه في اشياء بسيطه. اولا عملت كلاس، بحيث هذا الكلاس تمكنني من فعل عده اشياء. الاولى هي قراءه الموديل بتاعي، فلدي هنا كلاس في الكونستراكتور بتاعها اعمل قراءه للموديل بات، فلما اعمل انستانشيشن لهذه الكلاس اعطيها الموديل باث، وراح يتم قراءة الموديل. وبعدين عندي ميثود في الكلاس تعمل الانفرنس، بمعنى اعطيها صورة وتمررها عبر الموديل بتعطيني الريزولتس. وفي الاخير عندي ميثود بحيث اعطيها الصورة، اعطيها الريزولتس الموجودة التي وجدتها من قبل، وهي راح تعمل دروينج للريكتانجلز، مثل ما عملنا يعني في البداية لما كنا نعمل داتا اكسبلوريشن، اشبه بها، لكن فقط الان لا ناخذ الليبلز الموجودة في التي اكس تي فايل، ولكن ناخذ ريزولت. النتائج اللي يعطيها الموديل بتاعنا. هي يعني كلاس بسيطة ما فيها كتير أشياء، لكن ممكن نذهب لاين باي لاين فقط لشرح الأمور أكثر. اللاين الأول هو فقط نريد أن نعمل كرييشن للكلاس. هذا هو الكونستراكتور بتاع كلاس في بايثون. كل كلاس راح يكون عندها كونستراكتور، وهي يعني ميثود يتم
هي أول ميثود يتم استعمالها لما تعمل instantiation، يعني لما أقول kidney stone detection، لما أعمل لما أعمل هيك، أول شيء راح ينعمل هو ما يوجد في الكونستراكتور، فهذا فقط ما يحدث هنا. فأول شيء أعمله هو أني أقرأ الموديل وأعمله سيف في هذا الـ variable called self.model. بعدين أعمل أضع يعني self.results تساوي double brackets بمعنى empty list، لأني أريد لاحقا أني أستعمل هذا الفاريبل لحفظ كل النتائج التي يعطيها إلي الموديل. بعدين في الانفرنس، وهذه إحدى الأمور الجميلة في اليورو في 8، يعني مش ليس فقط في التريننج والفاليديشن هو بسيط، لكن حتى في الانفرنس لاين واحد يكفي حتى أن تعمل الانفرنس. فانفرنس هي كيف أعطيه صورة image ويعطيني النتائج. فبكل بساطة أستعمل اليولو موديل بتاعي، أعطيه الإيمج. أنا اخترت كونفيدنس سكور 0.1 لأنه لما الموديل بيعطيك نتائج، كل نتيجة عندها الكلاس بتاعها وعندها الكونفيدنس بتاعها، بمعنى الموديل يشعر لو كان يشعر إنه هذه النتيجة الصحيحة بطريقة كبيرة فراح يعطيها كونفيدنس أكبر. إذا كان يرى أنه ممكن نتيجة مش متأكد، يعني الموديل مش متأكد لو كانت نتيجة صحيحة أم لا، في هذه الحالة راح يعطيها كونفيدنس صغيرة. الأفضل هو أنك حقيقة تأخذ كونفيدنس سكور يعني عن طريق ملاحظة البريسيجن والريكول، وخاصة بريسيجن versus ريكول، بمعنى أنت تخيل الكونفيدنس اللي تساعدك. فهل تفضل أنه يكون عندك أكبر عدد من النتائج حتى لو كان في أخطاء أكثر، أم تفضل أن يكون عندك أقل نتائج أقل لكن تكون متأكد أنهم أكبر؟ ففي حالتنا نحن، بما أنه هذه فقط يعني الدمو، هذه مش شيء راح نعمله ديبلويمنت في كلينيكال سيت اب، يعني في عيادة، في أين ممكن يتأثر مرضى أو يتأثر أشخاص بهالموديل، فأنا خيرت إني أعمل كونفيدنس سكور صغير حتى نرى كل شيء. لكن لو كنت في برودكشن، لو كان هذا الموديل راح يتم ديبلويمنت بتاعه مثلا في مستشفى أو في عيادة، حيث راح يكون عنده تأثير مباشر على المريض، ففي هذه الحالة يجب أن يتم اختيار كونفيدنس سكور بطريقة يعني مضبوطة جيدا. والمثل الأخيرة هي كل ما أفعله هنا هو أني يعني أخذ الصورة أعملها كابي حتى لا يعني أشوه الصورة التي موجودة على الديسك بتاعي، فأعملها كوبي وبعدين أقرأ الريزولت الموجودة اللي أعطاني الموديل. فهنا أعطاني الموديل الريزولتس، والريزولتس راح يكونوا في الشكل التالي. راح يكون عندك بوكسز، وكل بوكس عنده سكور بتاعه وعنده الكلاس بتاعه. في حالتنا نحن لدينا كلاس واحدة وهي الكيدني ستون أو حصى الكلى، ففي هذه الحالة كل نتائج التي يعطيها الموديل نعرف أعرف أنها ستكون فقط لهذه الكلاس. فأنا لا أبحث عن أي كلاس، يعني كل بوكس لا أرى أي كلاس ينتمي إليها لأنه يوجد كلاس واحدة. فنعمل iteration over البوكسز، وبعدين نستعمل هذا الميثود التي يعطيها لنا يورو في 8، لأنه الريزولت هي نتيجة من اليورو في 8، وهذه في حد ذاتها هي كلاس موجودة في Ultralytics. يوجد كلاس اسمها ريزولت فيها بوكسز، وبعدين البوكسز هم ايضا كلاس وعندها يعني اتريبيوتس بتاعها. فاحد الاتريبيوتس هي اكس واي اكس واي، وهي تمثل الباوندينج بوكسز بطريقه انه يوجد الاكس واي بتاع الريكتانجل بتاع الباوندينج بوكس يكون النقطه الاعلى على اليمين، على اليسار عفوا، والنقطه الاسفل على اليمين، فيعطيها لك مباشره
يورو في 8. لهذا في هذه الحالة مثلا لم لا نعمل النورماليزيشن للنتيجة، فهي فيعطيها لك كما ينبغي منذ البداية. هو يورو نفسه ما عندوش مشكلة ان هو ياخد الباوندنج بوكس نورمالايزد ويرجعها ان نورمالايزد، يعني احنا نعم اديناها له اصلا نورمالايزد، فهو يعني عمل نايس سبيس نعم نعمل نعم ولا نعمل بري بروسيسنج ولا بوست بروسيسنج يعني. يعني انت تسألني ولا هذه ملاحظة؟ انا بقول يعني احنا ولا ما احتاجناش نعمل بري بروسيسنج للليبلز اللي داخله له، ولا عملنا بوست بروسيسنج للليبلز اللي داخله له، هو يعني خدها نورمالايزد ورجعها ان نورمالايزد. Exactly. نعم، لكن فقط الفرق انه اللي اخذها هي التريننج سيت، ولكن ما يعطيه لنا هنا هو البريدكشنز، يعني مختلفه عن التريننج سيت. ففي البريدكشنز اليورو في 8 يعطيك عده انواع. حقيقه يوجد مام اكس واي دبليو اتش، بمعنى ممكن يعطيك الاكس والواي تبع بتاع الكلام ده المنطقه الاعلى على اليسار، وبعدين الويث يعني العرض والطول، بيعطيك عده انواع. فقط أن تختار الذي يساعدك. في حالتنا نحن ما يساعدنا هو النقطتين الأولى الأعلى على اليسار والثانية الأسفل على اليمين، لأنه أوبن سي في يأخذ هاتين النقطتين، يحتاج هاتين النقطتين لرسم مستطيلات على الصورة. فما نعمل هنا هو فقط أن نحولها إلى انتجرز، لأنها ما راح تكون انتجرز، راح تكون فلوتس، وأوبن سي في ينتظر انتجرز. وبعدين يعني نعمل نفس الفانكشن او المثل من قبل، يعني سي في 2 دوت ريكتانجل لرسم مستطيل، نعطيه الصوره، نعطيه النقطه الاولى، نعطيه النقطه الثانيه، وبعدين نختار الكالر بتاع الباوندينج بوكس. في حالتنا نحن اخترنا الاخضر، وبعدين الثيكنس بتاع الخط بتاع الباوندينج بوكس، فانا قلت واحد. وبعدين راح نرجع الايمج اللي موجود عليها كل الريكتانجلز، كل الباوندينج بوكسز اللي اعطاها الموديل. وهنا عملت تاست خفيف حتى قبل ان اذهب الى الديبلويمنت عليه، حتى قبل ان اضع الموديل في ستريمت ابلكيشن، اعمل له تيست خفيف بحيث اخذ الموديل باث، اعمل انستانشيشن للكلاس بتاعي، هذه الكلاس ما لها انستانشيشن، فهذا هو الموديل بتاعي. بعدين اخذت سامبل ايمج واحدى الصور، يعني اخترتها وضعتها في هذا الفولدر. بعدين عملت اقرا الصوره، احولها ل ار جي بي، لانه اوبن سي في يقراها كبي جي ار، وهذا يعني احد الامور المهمه التي يجب ان يعرفها الناس. عندما تقرا صوره باوبن سي في، الديفولتس هي انها بي جي ار، بمعنى تشانلز راح تكون ازرق اخضر وبعدين احمر، لكن نحن نحتاج احمر اخضر وبعدين أزرق. ازرق. هذه هي الصور التي ينتظرها يولو ماتل. وبعدين نعمل انفرنس، ران انفرنس، بمعنى نمرر الصوره عبر الموديل بتاعنا، وهنا لا نحتفظ بريزولتس يعني في فاريبل، لانه فقط لنعود للكلاس لدينا هذا الفاريبل الاتريبيوت التي موجوده داخل الكلاس هي التي ستعمل حفظ للنتائج. فحتى لو لم نحفظ النتائج هنا في فاريبل اخرى، فحقيقه انه النتائج محفوظه في فاريبل موجوده داخل الكلاس. وبعدين نعمل درو بوكسز اون ايمج، بمعنى راح نعمل نرسم الباوندينج بوكسز على الصوره، ونتيجة هذا الميثود هي الصورة التي يوجد عليها الباوندينج بوكسز. فلو عملنا تست خفيف هنا، أيضا يجب علينا أن نعمل اكتيفيشن للفيرتشوال انفايرمنت، فكنترول شيفت بي، بعدين راح أعمل السين الجديد، عمل سيف هنا، و بايثون ديتكشن موديل. انا حابب اني اعمل ران لهذا السكريبت، ف بنعمل له ران.
يعني تم اللودينج بتاع المودل، تم قراءة الصورة، حاليا يعمل الانفرنس، بعدين راح يعمل drawing results بمعنى راح يرسمها. ممكن البي سي بتاعي فيه تقيل شوي. يمكن أحسن. ويعني هذه هي الصورة النتيجة، يعني النتيجة هي هذه الصورة وفيها الكيدني ستونز هون. هذه أنا حقيقة مش متأكد لو كانت أيضا، لا أعتقد إنها كيدني هذه. هذه هي الكيدني ستون أو حصى الكلى الوحيدة التي وجدها الموديل. فعلى الأقل الآن تأكدنا أنه الموديل يعمل، الموديل اللي عملنا له تريننج يعمل بدون مشاكل، وممكن نمرر له صور ويعملها انفرنس، وبعدين ممكن نحفظ الباوندينج بوكسز ونرسمهم على الصورة. فالانفرنس بايبلاين كما نسميه، نحن الآن متأكدين أنه يعمل بدون مشاكل. فالآن بعد أن تأكدنا من هذا الأمر، نذهب إلى الخطوة الأخيرة، واللي هي كيف نضع هذا الموديل في داخل ستريمليت أبليكيشن. فراح أغلق هذه الصورة، والسكريبت الأخير اللي راح نعمله هو سكريبت اللي فيه ستريمليت أبليكيشن. أول شيء نعمل هو أننا نعمل import لهذا الباكجز وهذا الموديول اللي عملناه من قبل. أول موديول نعمل له import هو Streamlit. Streamlit إذا لم تستعمله من قبل هو أداة ممكن تستعملها في بالبايثون، بحيث تبرمج user interfaces عبر على الويب وبأقل مجهود ممكن، ويعطيك إمكانيات كبيرة. ويعني معظم الناس يستعملونه في مشاريع تتعلق بالماشين ليرنينج أو داتا ساينس، لأنه حتى منظره جميل وممكن تعمل به بريزنتيشنز، ولا يلزمك أن تكون يعني فول ستاك ديفلوبر او شيء من هذا القبيل حتى تستعملها. فهي اداه جميله جدا لعمل ديموز، او حتى حقيقه لبناء ام في بيز، يعني مينيموم فايبل برودكتس. اذا حابب توري شيء ممكن تصنع يعني منتوج صغير وتوريه، حابب توريه لمستثمرين او لاشخاص معينين، ممكن تستعمل ستريمليت لهذا الامر. فما سنفعله هنا هو أولاً راح نبدأ بالانستانشيشن بتاع الموديل بتاعنا. الموديل أنا وضعته في نفس الفولدر، وبعدين عملت انستانشيشن للكلاس اللي هي راح تعمل انستانشيشن للموديل وراها، هي نفس الكلاس اللي استعملناها هنا detection. وراح نعمل أشياء، يعني أولاً لدينا اثنين أشياء، لدينا شيئين. أولاً لدينا الصورة الأوريجينال بمعنى الصورة الأصلية، ونريد أن نضع أمامها الصورة بالديتكشن، فنحتاج أن نبقي الاثنين. فأول شيء نعمل هو أوكي، ممكن تعمل ديفينيشن للفاريبل بتاع الإيمج، سميها نان فقط لتعرف أنه لاحقاً ستستعملها. بعدين ستريمليت، ممكن ستريمني الطريقة التي يعمل بها هو أنه كل ما تستعمل أحد الكومبوننتس الموجودة داخل ستريمني يبدأ يبني فيها واحدة بعد أخرى. فلو بدينا بهذا، أول سطر نستعمل فيه ستريمني، أنا أريد في أول سطر أن يكون فيه تايتل بتاع الابليكيشن. ففي هذه الحالة أبدأ ST أو Streamlit dot title، أعطيه title، وهذا أول شيء راح يظهر على البراوزر لما تعمل الويب أب بتاعك. بعدين أوكي، راح نخلي هذا اللاين بعدين.
أريد أن أمنح اليوزر أو المستعمل، أريد أن أمنحه الإمكانية أنه يعمل أبلود للإيمج بتاعه. هذه طريقة يعني تعطي المستعمل إمكانيات كبيرة، حتى أنت لا تختار في مكانه الصور التي تريد أن يستعملها. ممكن أنه يحضر صورة من الويب مثلا أو من اللاب بتاعه ويستعملها، فتعطيه إمكانيات أكبر وتعطيه حرية أكبر في استعمال الابليكيشن بتاعك. فحتى نفعل ذلك نستعمل ستريملت دوت فايل ابلودر. ممكن إذا أردت أن تضع يعني جملة أو إكسبريشن بحيث ممكن تساعد أكثر اليوزر، ممكن تضعها هنا مثل choose image أو upload image أو شيء من هذا القبيل. أنا لا أفضل أن لا أفعلها، لأنه حتى يعني معظم الناس يعرفون لو رأيت هذا الشيء browse files تعرف أنه حتستعمله لأبلود الداتا. وهنا حددت له، قمت تايبس بتحديد التايبس، فلا أريد للمستعمل أن يعمل أبلود ل تكست زيب فايل مثلا. فولدر أو اكزيكيوتابل أو أي شيء آخر. أريد أن يقدر فقط على أبلود لجي باك، جي بي جي، جي باك أو بي إن جي، وهي التي تمثل الصور يعني. وهنا أعمل ما أحاول فعله هنا هو يعني اعمل كونديشن. لو الابلود فايل هو not none يعني موجود، فما افعله هو اني اقرا الداتا اللي يعمل اللي المستعمل يعملها ابلود، اقرا الداتا، وبما اني حددت له انه لازم تكون جي باج بي ان جي فهي صوره، انا متاكد انها صوره. في هذه الحاله اعمل ريكونستراكشن او كونستراكشن للايمج عن طريق الباكج بيلو. فبيلو هو ايضا باكج مستعمل كثير في كل ما هو ايمج بروسيسنج. يوجد داخله كلاس اسمها ايمج، ويمكن تستعمل هذا الكلاس لعمل كثير اشياء، مثلا انك تقرا صوره من اسم الفايل او من البايت داتا. حتى من البايت داتا ممكن انك تعمل انستانشيشن للايمج بتاعك. هنا اعتقد انه في خطأ، ممكن نتاكد بعدين. وبعدين نعمل نحاول نعمل كونستراكشن للصوره بتاعنا بحيث تصبح ان بي اراي، نمباي اراي، وليس بيلو ايمج، لانه هذين structures أو formats مختلفتين. الأولى بيلو فيها بايتس داتا، والثانية نمباي أراي فيها بسهولة ممكن تعمل matrix multiplication، matrix manipulation، كل هذه الأمور. فما أعمله هنا هو أني أعمل copy للأوريجينال إيمج، بعدين أحولها نمباي أراي. فهذه هي الموديفايد إيمج بتاعي، وهذه هي اللي راح أوري أعملها يعني أرسم الباوندري بوكسز عليها. وهنا نصل إلى نقطة أخرى أو كومبوننت آخر، وهو الباتن، وهو أيضا كومبوننت موجود في ستريملت، بحيث كما قلت من قبل كل ما تضع ST دات وتختار كومبوننت فهو يصنعه في تلك الحالة. ففي هذه الحالة أنا أقول يعني أنا أصنع ذلك الكومبوننت. وما أفعله هنا هو حتى إنها في وسط كونديشن، بمعنى أقول if st.button analyze فهو في الحقيقة راح يصنع الباتن بتاعي. وهنا يوجد هذا الفاريبل التي بها أعمل كنترول. فلو الباتن تم كليك عليه أرجعه true، إذا كان لم يتم الكليك عليه أخليه فولس. وأخيرا نصل إلى الكومبوننتس الأخيرة من اليو أي بتاعنا، وهنا سنضع الكومبوننتس. أين يوجد الصورة الأولى وأين سنضع الصورة الثانية التي فيها الباوندينج بوكسز. فستريملت يعطيك إمكانية إنك تصنع كولونز،
لو عملت في الويب من قبل، يعني ويب ديفلوبمنت، فتعرف انه في هذا الكونسبت بتاع الكولونز، بمعنى تقسم السكرين تاعك لعده كولونز وبعدين تصنع في كل كولون اشياء. هذه من ناحيه تنظيميه تساعد كثيرا، لانه يعني ممكن حتى تعمل كنترول للكولونز، ممكن واحدة كولوم تكون أكبر بمرتين من الكولوم الثانية وأشياء من هذا القبيل. فأنا ما أفعله هنا لما أعمل واحد واحد، بمعنى أريد كولونز اثنين وكل واحدة فيهما تساوي الأخرى من اثنين، راح الكولوم الثانية راح يكون عرض بتاعها ضعف الكولوم الأولى، ولو عملت يعني ثلاثة راح يكون ثلاث أضعاف الأولى، وهكذا. لو كنت حابب مثلا ثلاثة كولونز كلها عندها نفس العرض، راح أعمل واحد واحد واحد. فهذا ما سنضعه هنا، وهنا سنحدد في كل كولون ما هي الكومبوننتس التي سنضعها فيها. ففي الكولون الأولى كما قلت نريد أن نضع الأوريجينال إيمج، فأنا فقط أولاً أعمل verification إذا كانت none أم لا. إذا لم تكن none فأستعمل component اللي اسمه image، هذا أيضاً component آخر موجود في Streamlit يمكنك من visualization أو حتى ترى image على Streamlit. ففقط يعني ريكاب خفيفة، رأينا عدة components في Streamlit حالياً، هنالك component اسمه image لترى الصور، هنالك component اسمه columns بحيث يمكنك من صنع عدة كولونز وترتيبها واختيار عرضها كما تحب. لدينا كومبوننت اسمه باتن، ويخليك انك تصنع باتن بحيث لما تضغط على الزر على الباتن يحدث اشياء. وايضا راينا كومبوننت فايل ابلودر الذي يمكنك من عمل ابلود للفايلز، وراينا الكومبوننت تايتل الذي هو يمثل التايتل بتاع الابلكيشن. ففقط ريكاب خفيفه. فهذه الكولون الأولى فيها الإيمج، فيها الصورة الأصلية، وبعدين الكولون الثانية. الكولون الثانية ما أريد أن أريه فيها هو الصورة الموجود عليها الباوندينج بوكسز، لكن فقط إذا تم ضغط الزر Analyze. يعني لو ما تم ضغط الزر Analyze لا أري أي شيء. فلهذا أضع هنا هذا الكونديشن، وهذه الكونديشن هي مربوطة بالبتن إذا تم الضغط عليه أم لا. فإذا تم الضغط عليه سيصبح ترو، إذا لم يكن مضغوط سيكون فولس. وهنا يعني نقوم ب ران للكود بتاعنا اللي شفناه من قبل، هو نفس الكود الذي عملناه هنا، يعني كنا عملناه للتست من قبل، هنا سنعمل له ران. فأول شيء نعمله هو أننا نمرر الصورة إلى الموديل بتاعنا. فهنا نعمل model.runInference، وبعدين نعمل رسم للباوندينج بوكسز من الريزولتس الموجودة لما عملنا runInference، نعملها رسم على الصورة، ونحتفظ بالصورة التي يوجد عليها الباوندينج بوكسز، نحتفظ بها هنا، وبعدين نرسمها في هذا اللاين هنا. هنا نستعمل مرة أخرى الكومبوننت ايمج streamlit.image ونضع عليه الايمج الجديده. لكن كل هذا الكود لن نراه الا اذا تم الضغط على الزر analyze، وبعدين نحول analyze clicked to false لاننا انهينا المهمه يعني. فحتى نعمل تيست للسكريبت بتاعنا، هذا هو سكريبت يعمل ران لستريمليت ابلكيشن. هناك تطبيق لستريمليت نريد أن نعمل له تست. ففي هذه الحالة نستعمل ستريمليت ران وبعدين اسم السكريبت بتاعنا. ننتظر قليلا، ما سيفعله ستريمليت هو أنه راح يفتح أو راح يصنع يعني اللوكال سيرفر، وراح يعمل الابلكيشن راح يمشيها على اللوكال سيرفر. فاللوكال سيرفر هذه هي اليو ار ال بتاعه، هذه هي اللوكال يو ار ال اقصد. لو ستريمليت ما فتحها بطريقه اوتوماتيكيه ممكن تفتحه عن طريق هذا اليو ار ال، يعني لو عملتلها كوبي هنا فراح تفتح نفس الابلكيشن.
فكما ترون يعني الابليكيشن تم تنظيمها عن طريق الكومبوننتس الموجوده في ستريمليت. فاول كومبوننت كان التايتل، فنجد التايتل هنا. ثاني كومبوننت كان الابلودر، نجد الابلودر هنا. الاخرين غير موجودين بعد لانه لم نعمل ابلود لاي فايل. ف راح نضغط الزر حتى نتاكد. اوكي براوز فايلز، راح ياخذك على الكمبيوتر بتاعك. ابحث عن اين توجد قاعده البيانات التي قمت بتنزيلها من قبل، وبعدين راح اختر الصوره التي تريدها، راح يوريها هنا. لكن هنا ظهر شيئين، ظهرت الصوره وظهر الباتن انالايز. شكرا لانه مرات جزيلا للوصول. نعم، لانه الباتن موجود في داخل هذا الكونديشن. يعني فقط لما يتم عمل ابلود راح الباتن يظهر، الباتن انالايز. وبعدين لما نضغط الباتن انالايز، اللي راح يحدث انه انالايز كليكت، هذه الفاريبل راح تصبح ترو. ولما تصبح ترو في الكولن الثانيه واللي هي هون على اليمين، ما سيحدث هو انه سيمرر الصوره الاوريجينال على الموديل ويعمل دروينج للبوكسز، وبعدين يصنع كومبوننت جديد للصوره على اليمين هنا ويري فيها الباوندينج بوكسز. فنعمل تيست خفيف انالايز. فكما ترون يعني النتيجه موجوده هنا. لدينا على اليسار الصوره الاصليه، وعلى اليمين عمل ديتكشن لعده حصى للكلى. يعني حقيقه مسكين الشخص الذي يعمل اكس راي هنا، يوجد حصى كثيره. كانت حصوات تمام. لابد انه نعم، لابد انه الشخص يشعر بالام. بنجي العافيه. فهنا عمل الموضوع، عمل ديتكشن للحصى، والابلكيشن تعمل كما يلزم، تمكنك من عمل من رفع الصوره الى السيرفر، عمل انفرنس عن طريق الموديل الذي تم قمت بعمل التريننج من قبل، وبعدين يرسم لك. فهذه يعني ابلكيشن بسيطه، لكن تريك كيف انه الموديل لم يعد موجودا فقط في كود، وانما يوجد في لايف ابلكيشن، يو اي، يوزر انترفيس، يمكن ان تشاركها مع الكثير من الناس. لكن حاليا الابلكيشن هي في شكرا. اللوكال سيرفر بتاعك، هي مش في لا يمكن انك تشارك هذا الرابط مع شخص ما، لانه هذا السيرفر موجود على الكمبيوتر بتاعك. حتى تقوم بديبلويمنت للابلكيشن، اولا يوجد هذا البتن الموجود هنا في الاعلى على اليمين. لو عملت له كليك اعطيك اختيارين، ستريم الكوميونتي كلاود او كاستم ديبلويمنت. لو كنا يعني لو كنت عمل ديبلويمنت لهذا الابلكيشن لشركه ما، كنت راح اخذ الاختيار الثاني. لكن بما انه فقط لديمونستريشن، فقط يعني لي حتى انا استعملها، او ربما بعض الاشخاص، لكن لا يهم كثيرا كم عدد الاشخاص ومن هم هؤلاء الاشخاص. ففي هذه الحاله اعمل ديبلويمنت على الكوميونتي كلاود. فراح اضغط على ديبلوي ناو، وهنا ما يعطيه لك ستريمليت هو مجموعة من الأمور التي يجب عليك أن تحددها. الحقيقة أنه في حالتك لو كنت عملت هذا البروجكت لوكالي، يعني على الماشين بتاعك، يجب أولا أن تعمل بوش لهذا الكود على جيت هاب، لأنه ستريمليت يعمل ديبلويمنت من الجيت هاب. يعني يرى الجيت هاب بتاعك، ولازم ايضا تعطيه اكسس للجيت هاب بتاعك. يجب ان يرى الجيت هاب بتاعك، بعدين تخير اسم الريبوزيتوري، وبعدين تخير اسم البرانش. لو كان عندك عده برانش، ممكن انت عندك مين وداف، ممكن الداف هي اللي حابب تعملها ديبلويمنت، تختار اسم البرانش، وبعدين اسم المين فايل بات. المين فايل بات هو الذي قمنا باستعماله في هذا الكماند، streamlit run my app dot apps. فالمين فايل بات راح يكون
الفايل اللي فيه الابلكيشن بتاعك واللي هو ماي اب دوت باي. وبعدين هنا ممكن تتخير يو ار ال للابلكيشن بتاعك. انا حاليا عملت هذه الامور، لكن ربما كما تريد يوسف، اما اننا يعني نتوقف هنا ونوري اللايف ابلكيشن، او بسرعه راح امحي الابلكيشن في ستريمليت ونعملها ديبلويمنت سريع كما تريد. لا اظن احنا ممكن يعني ناخد الحاجه اللايف اوريدي، هو خطوات بسيطه، هو بس هيعملوا لود على جيت هاب صح؟ اكزاكتلي نعم، راح يعملوا ما يعني سيكون عندك في الجيت هاب بتاعك. هوري الريبوزيتوري، هيكون عندك ريبوزيتوري فيه كل الفايلز الموجودة هنا، حتى المودلز، حتى المودل بتاعك لازم يكون هنا. وبعدين لما تروح على ستريمليت تختار الريبوزيتوري، تختار البرانش والفايل فايل باث او المين فايل باث، وبعدين اليو ار ال اذا حابب تعمل يو ار ال سبيشال للابلكيشن بتاعك، بعدين تعمل ديبلوي. لكن فقط لمن سيحاول ان يعمل ديبلويمنت بنفسه، هنالك شيئين اساسيين يجب ان تعرفهما. الاول هو requirements.txt فايل، يجب ان تضع فايل اسمه requirements.txt يحدد كل dependencies للابلكيشن بتاعك. ومن الافضل حقيقه انك تختار الفيرجنز لكل باكج. انا اخترت الفيرجنز اللي يعني عملت لهم في يعني locally. يعني هنا لو اعمل بيب ليست، هنا الفيرجنز لدي لكل باكج، فاستعملت الاكزاكت فيرجن في هذا requirements.txt. هذا الامر اعتقد من الافضل انك تعمله، لانه احيانا لما يكون هناك ابديت لاحد الباكجز يكون في تغييرات صغيره، فلما تعمل ديبلويمنت وانت ما تحدد الفيرجن ممكن هو ياخذ فيرجن جديده، يعني اخر واحده، ولا تكون هي الفيرجن التي استعملتها انت، فيكون هناك يعني discrepancies، وفي هذه الحالة الابليكيشن لن تعمل هو في بطريقة. باكج اسمها بيب ريكويس، يعني بي اي بي ار اي كيو اس، انت بتدي لها الباس مظبوط. بتاع الابلكيشن وهي بترجع لك الحاجات اللي انت بتستخدمها اظن بالفيرجنز، فبتسهل. صح نعم، انا حقيقة ما جربته، لكن اعتقد انه سمعت. لكن هل يعمل analysis الفيرتشوال انفايرمنت، ام يعمل اناليسيس للبروجكت؟ لانه للبروجكت هي هذا دي الفكره، امر ان هو يعني انت للبروجكت. ممكن تبقى مثلا مستغل يعني الريشن فايل بتاعتك فيها مثلا 20 باكج بس انت بتستخدم خمسه بس، فهو بيرجع لك الخمسه المستخدمين بس. اوكي هذا جيد. اوكي انا لسه عارفها برضه لما من كام استعمل يوم ولقيتها حلوه بصراحه. اوكي لا حقيقة ممكن راح اجربها ايضا انا في المستقبل، لانها مهمة. لكن يعني بعض الامور التي انا واجهتها لما كنت اعمل هذا البروجكت، ولهذا اريد ان احددها لمن يريد ان يستعمل هذا البروجكت. اولا راح يكون عندكم ريبوزيتوري، فممكن تذهبوا اليه وتشاهدوا كل الفايلز وكل الديتيلز. لكن ايضا مع العلم ان ديل اعتقد انها ديبندنسي للاوتراليتكس، لكن ستريمليت لو مش طلب موجودة مني انه لازم اعملها انستليشن، لازم اكتب يعني يعملها انستليشن سيبرتلي. انا لا اعرف لماذا بالضبط حدث هذا، لكن هذا ما حدث، لهذا زدت هذا الباكج هنا. والشيء الاخر الثاني وهو المهم جدا، هو انه عندما تعمل انستليشن للاوتراليتكس راح يعمل انستليشن للاوبن سي في. والاوبن سي في لما تعمل له ديبلويمنت على ريموت سيرفر، في كثير من السيرفرات ينقصها بعض اللينكس فايلز، بمعنى هي اشياء لا يمكن ان تعملها سيت اب بالبيب انستول، لازم تعملها بالاي بي تي جيت انستول. فلو عملت ديبلويمنت بهذا الفايل فقط وبالفايلز التي شاركتها من قبل، فسيخبرك انك بعض الاس او فايلز، بمعنى دايناميك لايبريز، لا يجدوها وفي الابلكيشن لن تعمل. في هذه الحاله يجب ان
تزيد هذا الفايل هنا اسمه packages.txt، وهذا هو الباكج اللي كان ناقص في السيرفر. كان يعني ستريم نت لازم يعمل له انستليشن عن طريق apt get install، فحتى يعمل له هذا الشيء لازم تزيده في هذا الفايل اللي اسمه packages.txt. هذا مهم حتى OpenCV يعمل بدون أي مشاكل، وبالتالي Ultralytics تعمل بدون أي مشاكل. فهذا أيضا فايل تزيده في الـ repository بتاعك، فلما تعمل deployment StreamNet يجب أن يرى الفايل بتاع الابليكيشن، المودل، requirements اللي فيه كل الـ dependencies، والـ packages.txt. الأشياء الأخرى هي يعني زيادة فقط، يعني الـ readme فقط للريبوزيتوري، وهذه test image كنت استعملتها من قبل، و يعني أمور ممكن أنك لا تضع. لكن الفايلز اللي قمت الآن ب أخبرتكم عنها الآن هي مهمة جدا للديبلويمنت. وفي الأخير يعني سيصبح لديك أبليكيشن هكذا يمكن أن تشاركها مع أي شخص عن طريق مشاركة الرابط، وحتى أنك ممكن تضعها في السي في كما قلت، وتكون ربما مفيدة جدا. ملوش تايم ليميت صح؟ ممكن يفضل بيرن على لا طول هو على الريسيرش. ما لوش تايم ليميت حسب ما رأيت، لكن ما يحدث هو انه ممكن انهم يعني يقطعوا الابلكيشن، فممكن لو اي احد لم يستعمل الابلكيشن لبضعه ايام، لما تدخل على اللينكس يقول لك انه الابلكيشن از هايبرنيتنج او شيء من هذا القبيل، يعني انها في سبات، ويطلب منك هل تريد انك توقيتها، فهنا يعطيك باتن تعمل له كليك وراح يعمل لانش للابلكيشن من جديد. فهذا فقط ممكن يحدث الامر. لكن أعتقد يعني بصفة عامة هذا هو المشروع الذي أردنا مشاركته اليوم، فقط أعرف أن الوقت أخذ منا أكثر بس مما كنا هو مفيد نتوقع. بصراحة، مفيد يعني كنقطة بداية، وواحد بقى ممكن يزود بعد كده، يعني ممكن يضيف فيه كذا حاجة، بحيث إن يعني لو حابب إن هو يتعلم منه أكتر يعني. بس هو كنقطة بداية كويسة جدا إن حد يعمل end to end application، وممكن بقى يعني يزود، يبقى حجم الداتا أكبر، ممكن يغير حتى البروبلم ويستخدم الفلو ده كله، يعني إن هو يوصل صح لآخر صح البروبلم. هذا كان هو الهدف حقيقة. لما كنت أفكر في مشروع نريه للناس في البداية، فكرت في ربما مشروع صغير يتم التركيز فيه على الداتا ساينس، على الماشين ليرنينج فقط، بمعنى نوت بوكس، نعمل داتا اكسبلوريشن، بعدين تريننج، بعدين كل هذا الشيء. لكن كما قلت في الحلقة السابقة، أعتقد أنه من المهم جدا جدا لكل من يريد الدخول في هذا المجال أنه يتعرف على كل يعني البايبلاين من البداية حتى النهاية. فالموديل بتاعك لو بقى في الكمبيوتر بتاعك فقط فهو غير مفيد البتة، لكن لو عملت له ديبلويمنت بهالطريقة، وهذه يعني طريقة مبسطة جدا كما رأينا، حتى الكود ليس كبير، فلكنها طريقة تمكنك من أن تشارك الموديل بتاعك، وهذا أمر مهم. وفي كل يعني في كل التفصيل خطوة من الخطوات التي والنصيحة دي اتخذناها جميلة أوي. اليوم ممكن نعمل أشياء أكثر، لكن فقط أردنا يعني نرى الأشياء المهمة فقط. لكن لو ذهبنا إلى الداتا، مثلا الانوتيشن لم نعملها، كان ممكن نعملها بنفسنا. الداتا اكسبلوريشن كنا ممكن نعمل اكثر من ذلك. التريننج ممكن نعمل كثير من التريننج، بنغير الهايبر بارامترز ونجد افضل موديل ممكن. حتى اختيار الكونفيدنس سكور لاحقا للانفرنس، ممكن كنا نعمل شويه دراسه قبل اختياره، نختار 0.1 فقط لنرى اكبر عدد من النتائج، لكن ممكن نعمل دراسه شويه، نرى البريسيجن والريكول وكل هذه الامور، ونختار شيء جيد. اليو اي ممكن نعملها اشياء اكثر، نجد الباتنز وهكذا. والديبلويمنت، مع العلم انه الديبلويمنت كانت سهله هنا، ممكن حتى الديبلويمنت تكون اكبر، بمعنى ممكن انك تستعمل دوكر وتعمل باكجين الابلكيشن بتاعك وتعمل لها ديبلويمنت في احد الكلاود بروفايدرز المشهورين مثل اي دبليو اس او جي سي بي او شيء من هذا القبيل. لكن على الاقل ان شاء الله يعني الفكره تكون وصلت، انه هذا هو البايبلاين الكبير للماشين ليرنينج بروجكت. فلو حابب تتعمق في اي جزء فطبعا يوجد الكثير مما تفعله.
بالظبط. يعني انا حابب اشكرك جدا يا باشمهندس. هو المفروض لو ممكن تبعت لي الجيت هاب ريبوزيتوري بتاعت البروجكت بحيث ان احطها طبعا. في الديسكريبشن. ولو حد بقى مهتم يعرف اكتر عن عن كل بقى حاجه من الخطوات دي بشكل اعمق فيقدر يشترك في النيوزليتر بتاع الباشمهندس. هو دايما بيتكلم خاصه بدايه الماشين ليرننج، يعني الماشين ليرننج في الميديكال ايمجنج، او الاي اي في الميديكال ايمجنج. فالباشمهندس بينزل كل حد صح؟ كل سبت أو أحد، كل كل سبت سبت أو او أحد حد بالظبط. فهيلاقي دايما حاجات مفيده ليها علاقه. لو حد مهتم بالمجال ده برضه هيلاقي اللينك بتاع النيوزليتر في الديسكريبشن. وطبعا لو حد حابب يسال باشمهندس في اي حاجه هسيب برضه اللينكد ان بتاعك في الديسكريبشن برضه لو حد في حاجه واقفه معاه او كده وبس. ونتمنى يكون الحلقتين مفيدين. ويعني كبدايه للميديكال ايمجنج احنا اتكلمنا في الجزء الاول كمدخل للموضوع، والجزء الثاني يعني ايه كان براكتيكال بروجكت. فإن شاء الله يكون النصين مفيدين لحد بعد كده يبتدي يبني حاجة بنفسه ويعمل لها deployment ويبقى عنده الـ end-to-end application بتاعه. زي ما قلنا يعني دي كده ده كده فريم ورك عام. لو حد بقى يعني كل خطوة ممكن تزود فيها أكتر على حسب الاحتياج بتاعك أو على حسب الـ application بتاعك يعني. فنتمنى يكون الموضوع مفيد. وحابب أشكرك جدا يا باشمهندس، أنا عارف الموضوع أكيد خد وقت منك في التحضير. شوية، لكن الحقيقة إنه عندما تعمل لايف كودينج وكل هذه الأمور كنت عارف إنه راح تأخذ وقت كثير، حاولت بالظبط. إني أختصر لكن لا لا جزاك الله خيرا تأخذت جدا وقت. بصراحة. يعني الموضوع ممتع جدا، ربنا يكرمك يا رب وينفع بك. مبروك. بس وإن شاء الله نشوفكم في حلقات جاية، والسلام عليكم ورحمة الله.